بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان واكي بقول يلحات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري كتابك كساب سنة بوقشد الروح حنونسا يميتك مسلم كأحكام تسيو حلق الربو يددك بوقنا يا آدابت يا أخلاق دلق الدونيو. باب ما يدعى به للمريض وحباب هاي وحلو قد عين لها روح حنون سنة بكه هدين بوقنه أما أين كورق ابن حالديس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوبان وحوا إذا اشتكى الإنسان روح هدو الشيكت الشيء أي العضو أو الألم أما مرض أوشيكت هدو الروح مسلمين تكمد حنون شيكته إذا اشتكى الإنسان الشيء منه العضو منه حبنا سيئة كتر سنب الروح حنون صدي ميل بلغها يا مضح أما الدق يوحي لها المالة أو كانت به قرحة أما بوغي أي كتاله أو جرح أما نبر يرداو عكويا لو قال صبر حوران شري أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعي هكذا قال هنا فعليك دقنتهاي قال النبي أي فعل النبي كعنتي سنب فرتي سنب وحكوس من شري هكذا سيدا أيضا مرك هكذا محيطه تلمانتي ولغو شيغيه. ووضع سفيان بن عيينه وحو ساري الراوي احديث كوريي سبابته فرمرستدي سفرتن اد قد سبحان الله ستان لغو توحيد سدو ايو نعمان كبود سبابته فريدي سب وحو ساري فرتي سفرمرستدي وحو ساري بالارض دلكو كدجيه ثم رفع وكسو قاضي وقال وحون يلي بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه محل شايدك وحاوهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الروح عن الصده وحب شركي سكن بذا وكشيكته أما بوغا يكتاله أما النبر يدعو عكوياله نبي وفرتي سبر كيسا أيو النبي عليه الصلاة والسلام كتف شري عن روفير بورن شري كدمنا للك أيو مرنا عيد أيو وحكاك سوقاضية ماشي حنون سنايد بمرك النبي سيدا سوى كقبية أيو ساري شري بس دعانا وآخري شري سيدا سوى بسم الله إله مغي عيسى بركي سنبا نعوس كناي أو نكتا وصلينا تربة أرضنا رولك يغا عيد سي عرديسو بريقة بعضنا مع ريقة بعضنا بركنا عنوفتي أي لا صعوتو يا يشفى لغو عافنا يا به سقيمنا كان حنون سنة بكا بإذن ربنا إلهي إذن كبرنا لغو عافنا يا متفق عليه نبي مرق عليه الصلاة والسلام وحو جمعيي إلهي أسوأ كتوصلي وإلهي بريي إيو آدمه أسل كيسي فرع إيسي إنو نبي استعماله آدمه أسل كيسي عيد بالغ أبوري نبي الله آدم عيد بالغ من طين بالغ كيني أبد كيسي إنت كدن بيسينا مني إيبيي كفر عمان نبي مركو وحو جمعيي أصل كميشة كتما دون عيد داهين واساق تابطي فرطي سنة واساق كتفة عندو تسبرا كيسنا يدوا بيه آت كفر عاتين بو نبي قلت الماما يلا بدا أصل الله يسكت داري اللغو حجي إلهي بريديسة أيا بوقت اللغو قبها يا يميشو كحنونيس لا سارة يا مركو ودعاء دياد وقيمة بضموائن لحفظيو ومركا سيدتك ناساس اللغو داوي متفق عليه. وعنها عائشة وحبال لو قد عيني الروح المسلم كحنوزن تاسع كمدوي بسم الله بريقة بعضنا عفوا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا إذا لك لور مرينا ويجرتا. وعنها عائشة وحلق وريا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحاصوبان ويعود كيب بوغده بعض أهله أهل كيسا بركوت بوغنج ذات كيسا قرابة فامل كا ينوغ بوغنج رمكي حنون صدا يمسح بيده اليمنى قعنت مدك بونكم مسيح جري قعنت مدك بالروح سا النبي مرين جري مدح قعنت سي ماشا ماشا حنون صنب قعنت لك جارية. كان يعود بعض اهله يمسح بيده اليمنى قعنت سمدك بكم مسحا يا روح مركو حنون سن يا انا تابط لخري دو ام وجهي قعنت كسارتو اما ادنكي سمدك تا قعنت سارتو حغو وهل بيو تهي وكنا في سهايا الهي انو كو عافيه دعاداس نو بلا غيابا. ويقول وحورنت من قعنت مدك مري الروح اللهم رب الناس اللي آدمه ربك يسي آيو إي بربارية إي إسكالي إي أبورة إي مامولو
أذهب البأس دبك الله تكسي دبك يا الرفات كان يحنون كان يلحقوا روح الله كقاد اشفي أنت الشافي إله عافي أظن بو عافيه إله روح عافي لا شفاء داوي عافي ما تمجر إلا شفاءك عافي مات كذا مويه شفاء عافي مات بوكسيد الله سي لا يقادر أن كتغينين سقما يسقما وروايتان وأنا اسكو معنوي إله عافي عافمات وي أن كتغين وحنونا والتنكير للتقليل لا يغادر أن كتغين سقما حنون هبا يراته أما سقما حنون أنتو دون بعلا إكادو إذا قعنت ومصحو وروح ملاطف النبي وقصم يسوق ودعي يبا وأسكو قدر يجري ودعاء القيام بدون الله يقان وحيبا روح مسلم كي حنون سند بوقتي هذا دعاين بكمتاي إذا هذا عقائدك مسلمين تانا كجرا هذه بن آدم كحنونسان انت فيوي انت موطن انت حنونسان بكل الله اسكال ومامولا لبك الله كينا ساقانا قادة عافي موضان كي الله اهين مجره اللهم باو عافية إله مركزي روحا عافي وي عافي ماد او حبا حنونا كتغينين هبا يراتي إذا اذيق الراقيقة اما معالج قائنا او حبا قبان كرين اوحل بيد الله كجره وامرك على ليه هاي وعلى اللوبة هاي أيا تصيصا وآمنيسا روح مريض كان تصيصا وعن أنس رضي الله عفوا رواه البخاري وعن أنس متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لثابت أنس بن مالك بوحكوية أرضي ثابت ابن أسلم البناني رضي رحمه الله تعالى ألا أرقيك موانا كنت فيني ما كنت فوي برقية رسول الله رسولك إلهي تفمدي سيدك حنون صنع كنت في الجري هذا النسيء الذي يمحسوه يا مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يودا وشرانك ودا وهدي الله يراه قال حور البلاء اللهم جناها يقطف وصي النبي يقطف قال وحور الصحابة النبي حور انجري اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أو سقما رواه البخاري ربك دتك ربك وديو مذهب البأس لبك الله تكسيو سيقاضو زوليو مذهب ومزيو البأس والبأس أضر وحنونك هذا روح اياك مذا اشفي انت الشافي الله عافي روحان عافي ما دقدق ربي وصي اظن باوح عافي لا شافي الا انت عافي ما احد كيني كر اما احد عافي كر اما تشرو وانا ذيك اهي وحين انه والله انما واسباب يا وسائل الهي هدودون وبركين هدودون بركه وكقاضي هدودون عافي ما وكوغلين هدودون سنكوغلين شفاء عافي ماذا الله سي لا يغادر أن كتغينين سقما بش أن كتغينين رواه البخاري وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال وحور صحابك عادني رسول الله رسولك إلهي بوقضي أروح حنونسن فقال ومركز اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا رواه مسلم صدح قول بكوع النبي ورغم بقولها إرق إنو عليو ركاديو صدح إيو انت كبضان بإله لك فهمها أيه دعانا سداس ويالي جري اللهم اشف سعدا إله سعد وقاس عافي اللهم اشف سعدا رواه مسلم سداس نبي يقول دعوان عافي ما ده هده وكك عاي إذا روح مسلم إله عافي إله عافي إله بشي كقاد إله حنون كان روح ككعي وتوصل هده يا إله الله عسكنا يوي روح آدمان قلبك اللود جنية تي الله يتقي لكن حقه كولا يا يوي أظن مرة تطبق وتحقنا الله تميت دعوين كنبي كسوغن حفظي او دعي وعن ابي عبد الله عثمان بن العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه انه شكى الى رسول الله رسول كلاه انه شيكتي بو شيغي وجعا حنون يلحو نبي امرك عليه الصلاه والسلام صحابي اسلامي وكيم مكي مدينه يمد مدير نبي لا جوغي كدبنا دردار النبي اوسي ري طائف ري ثقيف امير او غدغي هلكاس او ديره مركا حنون بدن با كدعي او كيمد حاوني قيب كما دوي أنه شكى إلى رسول الله رسول كان أشك تبو شكى واجعا لحو يحنون يجد أهلي في جسدي شركسي قنكسي وقدر يمي فقال له رسول الله رسول كلاه بوحكوي صلى الله عليه وسلم ضع يدك قعنت هذا السار على الذي يعلم قوبتك حنون يسيئ كتشرا من جسدك شرك هذا كما دا شرك هذا قوبتك حنون يسيئ وحكى الشيغان يسيئ قعنت السار وقل وحات هذا بسم الله إله مجعل العسكيده ثلاثا صدع جربسنك كعلي تصميده بس مرضى صدع قور كعلي
وقل وحات جدا سبع مرات تضبط جرنا وحات جدا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم تانا تضبط قرد على كعلي تاد ماشا كحانون المدحة لقتا لونتا حبتك لقتا ماشا لقاها يا أدقى عنتا كوقبتو بسنك صدح قور قبسو تضبط جرنا دعا ذا كعلي أعوذ وحان مغان قال يا بعزة الله إلهي شرفتي سي أوديسا عزته وغلبدا يمن عدوي وحان مغان قال إلهي عزتي سيئه بقر نمت كي سيئه قبن نمت كي سيئه أوديسا وقدرتي كران كي سيئه وحو البكره وحدون أسيدا وحدون عافيه كودون أودله لأن إلهي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن القدرة والعزة ما كأد مغنق شد عسكتي قدرة الله سبحانه وتعالى والحدود الله إيا إلهي عزتي سن حدود الله سبحانه وتعالى محكم أنقل أدونكو من شر ما أجد وحن هله هي شركي سأل الله كام أنقل حنون كان يلحق أن أندريمي شركي سان كام أنقل إيو حذر وحن كدكتون هاي روحن سوات غانا وحبو كشكي حنون يرباكو قمو عدي أمون كزرياء دغير باكو حنون أمال برايا كالات هاي علوشاكو يربحي أمو ضعون علاتكو قدعي وحيابها بنادن قصوا دعي شيطان وسواس كأنا إلا قد دكتون يا الله وكام أنقلي حنون كاد أندريمي يا وحن فيلا ينكبق يا الله أنت وضعن كام أنقلي كل وقت كود رئيسة من شر ما أجد وحن هد هي لها يو وحنون كي لحق هيا وحاذر وحن مستقبل كبق هيا الله الله عسك ذا هدي رواه مسلم. روايتك حديثك ولي دعوين دعادا ايضو دير نويت ما ايضو قابا نويت ما دوي روايتك قارك قابيه قدر وحكم ذا بسم الله وصدح قول لقو عليه وبالله او لقو دره بسم الله وبالله صدح جير لقو عليه بسم الله وبالله اعوذ بعزة الله وقدرته ما شاء على كل شيء للراعيه وقدرتي على كل شيء من شر ما اجده وحاذر ايضو ضمائر لقلي اجده اللي جادنا ويجرتا مركز دعادا يرتا الله قبطه عرضها لقطفة إذنكم ماشي إذا حنون قطفة والدعاء آد قيام بدنوي إلهي بنا دوحة البول لقبق لقى كلمة است هذا وحكومة تركرو وأسباب دوين كني وحيابها نسبرين كل الأرض هاي قرآن كله يسار هاي ووسائل إلهي سبحانه وتعالى كوجل يا دعاف من آد كهيل أديك آدم كهيلين بيده مقاليد كل شيء إلهي بيجعن سوح كتران اللوين أيا جعن توح البقايا عاف ما ذي بوشي يا عافي مات مركا اسغا هوستو عافي الهي ويديسو اسغا عسكو ادمه وحبا كو ايدين الله ها هوستو اسغا توغو بري الصدرت باشاور سلام تيميه المقيم يدعى نينكي لورن جري نينكي شاعر كا محمد بن حمدون يا اضي بقرو امانه هي وغبي اتريي بي الهي كو بري جيرين حين اورن جيرين غبي وداني الله ام با موت ادمه ما موت نبو يو أمانة يا مركز الحر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس كسر عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره نقيم يشوس نحن هذا هو الله إلهي مباهوش أسكله يا من ألوذ به أحد كان عسكضو أما أن معينصدو أما أن مغنقلو فيما أؤمله وحن رجيني وحن رجينا ان الدرس ان فيليو احد كان عسكدو بقر كيف كجيدا مدحا كوزناي ميشا فديو امانه يحو شلمها قد ثاني ومن اعوذ به احد كان مغن غليو مما فيما وحاذره وحن كبقي احد كان مغن غلو وحن رجينا ان فيلي احد كان اوهوس غلو واي لبدا الله وي. الله مرك ادم ولا ادم وحيدي لا يجبر الناس ضدكم مكة بكران عظما أنت كاسره لفظ أدوك تبيسي بن آدم مكة بكران بور بغرك كتشي ذا الله هو أحدك لفت تبيه أن لك بكرين والله سبحانه وتعالى ولا يهيضون عظما أنت جابره بور منويق كران آدم مجبي كران لفظ أدوك آت كبتي بور يكتشي ذا بغرك الله إذن الشيخ الإسلام قبل يا أصغى إلهي بكبر الدعاء وأخرج سجود بكبر يشري نقال لما يقول الله بالله هذا ماشي مضنيد بو إلهي كبر يشري مدرج السالكون من قائم كل شيء يا من ألوذ به فيما أؤمله
ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره فيما أجد أحاذر تأن مشكوى هيسانوي وحول بوت فيري وحد كبقي الله الله أسكر إلهي أسكحل أدون إلهي سبحانه وتعالى يقان النقوف في الضر والسراء لب يدبات يدف مكذا يستبع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا روح بوغدا أحد حنونسا لم يحضره أجله وتكيسه سنقرين أحد حنون زبط بوقتي أنتيسه قلين من عاد مريضا روح حنونسا قف حنونسا أحد كي بوغدا مريض كاسو لم يحضره أوسا إيمانين أجله وتكيسي قريس أن لقيرون سعاده دماني سعاده دماني إرساقه دماني نفت تريدبا قوي رات كذبا قوي وحوال بوار دمادين وكي تادو قشو أنت نفسنا إذا الله ويقول حسابا أنت ويقرن تاي ويحرم إيسا نفتك وقدم بيسي تشيد ويقرن تاي وحقدم بيسي عالفة وقرن يهي مركي قرامات كسكرة بماذان نفتواتك تاي ملك اللوحي صاريبا الله يا قاضي مركي أجيش هذا ديقا شو وحبال لك أمقى وانكارو أبو بكر نفع من الحارث يا مركو حنون صدي تيسك الشيب يوريش يسيئيو ولا إليه يصور دين الأخطر مكوغيرنا أطيب مكوغيرنا سيادة أفبول هو ورفا دي مركي نفتو هو أركينا الهيسو والله صوب الله بإن لغها لغسو سيبو روح دي النفتي يسكوغيري الأخطر كي لك علي باسيكي سيهد يوع لي نفت أطيب دي نكينا هد ها علي هد يسعطاي مركي تشوكتو الأخطر الأخطر اسكيب محادو ورئيسا وات هد يسعطاي كينا هذا حمق قوان كر هران وحميد قوان كريم رسكتك واشاه توتو حثدي ودر دار مسيح الله حبايلها أدنكو أسكتك يعني يقين تواسدا مرضي أجيش ودما طعام قوان كرتي نبي قتيبو إنو الشيغية من معاد مريضا لم يحضره أجله فقال إي هذا عنده سبع مرات تطبتشر كدعية روحا ننصنبات بوقتي وانتيسو قالين إن تيسو قشين كانت الله يؤتال الله أدو أقدعوي مكاد بوقته تضبط شراكتيزة كله أسأل الله العظيم الله وين وحنويد السنية رب العرش العظيم عرش وين ربك سيسكاله أن يشفيك إنك عافيه انت هدت كعلي ستضبط جر أدونك هدوت جر سيدة اللي قد عي إلا عافاه الله من ذلك المرض حنونك أصيق إلهي باك كعشة وكعافي ماذا كمسير راقه إذن عيبها المرك النيائية صدقية موافقية توفيقية إلهام بأبا أنت رواه داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم نوحي ليس حديث صحيح على شرط البخاري دعاء أيضنا دعونا أكسنا السقم وهل حفظ يدت كان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك ما أن يشفيك يا دوا لكرد بهايا ضبا خلق أخية يشفيك وناكسن هذه مركا جمعيهن وبدنيهن ضمير الجمع الراعي أن يشفيكم له هذا الروح كلمية هنا ضمير كإفرادك واستعمال وعنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نبو حقل على عرابي رمية يعود وسقوا بوقني نبي الله محمد أي رمية من جفات الأعراب ومدين كحن صدي نبي بوقضي ننك عالم كأنه عامض بوغان كرو مسؤول كمدحوينها إن رعيادا ننك أولي تبوغان كرو ننك أطبرير أو أقوانير وباشا بوغشد حقوق المسلمين سكوليهم وهي ما أهبال درجائية منصب يقراد كحرا وحقوق المسلمين فيما بينهم وهي ننك أصوب بوغان ننك أمقعي سلم أيقان زكي الأنساري إيو ابن علام وحيكو الشيقين إنو يهي قيس بن أبي حازم وخطأ أي كو تقليديين نكل أورنج زمخشري في كتاب ربيع الأبرار أيوه كل شيء حديث مرسل قصيدة كل سابسون وورنا يقيس النبي حازم التابعي المخضرم حقوقاتي إن وذات كان رمي جاي سحابي جا مقعي سبيه هاي وذا كنت تقلي حافظ كبراروشي وخطأ أو شيء هذا مركب مقعي سو لما يقام وذات كاس إنه من رمي ومسلم أها نبي قلنا بغضبة كافلا وكان صبنا وحوا إذا دخل على من يعوده نبيك هذا أكل أقل أبغض أحد أبغضنا إيه قال وحورن شيء صبنا لا بأس لبمشروا حنون كان كل بيه أيه يلا حوان ينور كان كو خساري ما يسأذون الله دم ببالو دافي أما حسناتك الوكرين محاكم مكان
labada mid un weey in dunuub iyo macaasi aad ka toobad keeni weyda lagaaga cafiyo lagaaga tirtiro iyo in xasanaad lagu kordhiyo darajo aad gaadho weyd lagu gaadhsiiyo laa ba'sa tahuurun dembi dhaafe weeye dembi tirtira weeye xanuunkan waa weyso waa biyo usgaga iyo wasakhda kaa maydhaysa ila tahara wa taharatu badan iyo taharatu nafsin baa la kala yeeda insha allah nabigu sidaas ku yidhi addu alla yidhaahdo waa tahuur laa ba'sa waa ku dambigana laga dambina waa lagaaga tirtiri waadna ka kicin insha allahu taala waxaanu nabiga ku yidhi adoon wadadki rimiga rawal bukhari maxalu shahid waa maxay ducadaas uu kaga soo gaabsaday wadadki rimiga nabiga hawshiisi muusan garowsana uu ka murmay murankana uu eeday murku nabigu sidaa ku yidhi wuxuu yidhi qulta tahuur waxaad tiri waxa ku haya waa xanuun ilaahay kugu tahirahaya laa بل وحور وحما تفور على شيخ كبير تزيره القبور هل قاسوا لسه يستغل ما يحور وقندئي كار آذ أكهر الأوضي ويلا كجك جك سيريس أو الربط إني حبالها قيسه تميم ما قلت قلنا قل في هذي ما قلت قلنا مركو انت أيدي ينبي حوري فنعم إذن وفي رواية إذا أبيت إلا 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 هكذا فنعم فقد قضاء الله كائن قلب يا هيدو يا كبري ونف بحي اذا اسغا اسدي لها دي وقت وليس دعاء انه ربي اقبله يا با لغا يابي نبي محمد باب ظهور لا باس موسك يلو نعم مودو رمي عور مايا قلت طهور كلا بروا حما حما تفور على شيخ كبير رواية البخاري تزيره من أزاره تزيره القبور الكاس ليس يستاق نبي عمر كواية ليس ذا طيوا فرهان فرهان كذا قاد مركا طهور لا بأس لا سوى أف وناكسن وبريا وناكسن وتفاول وناكسن وطريق النبي هل قد أقمع الله يلو تمي يرم مجال يقربي ينما قريب قرابة أهيم بكل هلا بولاد جانس له له هلا مسلمين تحقوا ذا الله إلهي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان جبريل اتى النبي جبريل بان نبي قيمت عليه الصلاه والسلام فقال جبريل وحيد يا محمد محمد اشتكيت نبي محمد نبي هذا مغيسو قيعان بو اوغو ييراي لا تجعل دعاء الرسول ايضا امرك ان خصيص بن ادم كي يثقلينك انسي جنكا موقنيس ان ملائكه ايسن سو غلينن dhankaasi waa marka la eego qoli waxa ilaahay ma ahayn muhammad iyo jibriil waa arday iyo sheekhiisi waa macalin iyo macalin iyo waxa weeye ardaygiisi marka jibriil baa la hadlaya wiilkiisi yaraa isagoo waxbaray iyo nabigu waxyiga u keenayay ee karaamaysnaa marka waa la kala sarreeyaa wey marka sheekhaadi ama macalinkaadi hadduu aduu xataa waayeel ah oo ummad madaxweyne u ah wariyaa hebelo ku yidhaahda dhib u arki maysid aabbaha iyo hooyada hadday ku dhahaan adoo 76 jira oo yidhi halka ku jido tin cad mooyin tin madow aan lahayn sida kuray kugula hadlaan waad ku farxaysaa dadku marka isku miisaan ma aha jibriil nabi maxamed anagu dhex geli mayne laakiin idinku mamnuuc baa idinka tahay yaa muxamed ishtakayta waad xanuunsatay soo ma aha ma sheegatay ma bukootay ishtakayta waa af soomaali waan sheeganayaa waa af soomaali caado lac waana carabi ishtakiyo sheegasho iyo kulli waa carabi aanuun warwareejinay wey oon waxayna ku darsanay xoogeyna cujumadeen qaala nabigu wuxuu yihi nacam waa sheeganaya waa xanuunsaday qaala wuxuu yihi jibriil bismillaahi arqiika magac ilaahay baan kugu tufaayaa alla weyna magaciisan cuskaday baan kugu tufaayaa maxaan kaaga tufi ilaahay magaciisa iyo magacii sharaftiisa min kulli shayin wax walba yuudiika ku dhibaya wax kastoo ku dhibay oo xanuunkan ka sheegatay oo culays ku hayaan kaaga tufa min shari kulli nafsin naf walba sharkeed baan kaaga tufay min shari kulli nafsi ay kulli makhluuq wey naf walba sharkeeda jin iyo insi mid walba sharkiisa ilaahay kaaga tufay oo kaa magangeliyay waxaa ka u dhici karta nafsiga ilna waa ishana waa la yidhahdaa min shari kulli nafsin ay min shari kulli cayn bay ka dhiganta lisaan iyo carab iyo xasad iyo il oo dhan baan kaaga tufay markaad nafsin marka cayn ka dhigto aw cayni xaasidin ama waa towkiid ama waa shaku raawi wali waxay dhahin hawshaas towkiidna ka dhigi mayno lianna alasla fi lkalaami waa at-ta'siis la towkiid
شكر روان آدم مني من كل نفس ومحوى من كل مخلوق مخلوق والبشر كذا إلهي كان مجنقليون كعات طفي أو عين حاسد أما حاسد إشي بانكات إلهي كان مجنقليون كعات طفي الله يشفيك الله كعافنا يا ميلها كعافي بسم الله أرقيك أرقيك أنا إذا أرقيك خطأ وي بسم الله أرقيك ورقى يرقي بي وكلمة الأصل كده كرما يرمي ساسي كالتاي مرك أرقيك إلا هذا ولا ونكسيا بسم الله أرقيك وي هاي دين قر دين دقيقة أنا دين قدن تاي أرقيك هذا في عن بسم الله أرقيك إلهي مجيء إنسان كقط فاياوي وتقبل بالله رواه مسلم رواه مسلم صدرت حديث عائشة وحكيم ذو إسلام سلدن ومن كل شر ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين وحول بو إلا آدمي إنسي جنبا إيش هذا بان كقط فايا لأن دعاء جبريل لقفا إذا يستي النبي وقط فاينا وإن مركاسي حاوي حفظيه ومضى لقط فو وحول مد سحر لغو شيغا يمد جن لغو شيغا يمد إل لغو شيغا يمد حنون كلو فيسك العدوى لغو شيغا كل كغطفة دعا ده الله حفظي يوي عقل كجرة إن روحا وعطسده يغطف أولا وحد بأيسا الله إن القطفتنا أيسا دبلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أياجب القطفة هيا وهوينك سكت في عائشي ومسلم كتف في الجرين وحولي سويلة هاي ما يجرته وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله لبدا صحابي يا وحي كقرا ينصوبنه إلهي كقرا كم خراتيهن أنه قال صوبنه إنه يلي من قال لا إله إلا الله والله أكبر أنت روحي جلا هذا صدقه ربه ربي وأرمينيا لا إله إلا الله والله أكبر باطلي إلهي بقول ورنطا فقال إله وحورنا يمره أدونك أرمينا لا إله إلا الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر الله أن أيق أهين حق لعبد مشر أنا أوين وحي شر أرنا جميع الكائنات إلهي بأرنا أدونك وركي سب إلهي تصدقنا وصدقيا وإذا قال أدونك دولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحور النبي يقول الله الله وحورنا لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي إلهي بكو صدقية الله أنا نيجا كأهين متجرو كل جيبا أنا هاي واحد إلى وذاك عباده رب النمو مامل لهان يملك بقرتوي منا متجرو وأنا نيجا كأهين متجرو برب أرنية وإذا قال أدونك أدو إذا لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله إله أرنية لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد بقرتوي يا مهد مالي كنت ماضي أمان أنا يا هاتي وإذا قال أدونك أدو لا إله إلا الله إلا الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال إلهي وحورنا يا لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي حيلت يا كارتو يا أود أنا يقول سنين ما جرتو الله بحيا وكان يقول صبان وحورن ترى مركو حديث كشيء من قالها دعاء روحي إلى هذا في مرضه حنون كيسكوي إلى هذا ثم مات قريض تيسو أيقشو لم تطعمه النار نار مقودته نار مقاله نار معنت شركيسة راه الترمذي وقال حديث حسن يعني الدعاء ده سمركات ورفاده يسي مركات الجري ليه ده هاي هداد في يود هاي ببدي الدعاء وقيام بإله هو صدق الدعاء والله وقيام دعاء ثناء ودعاء مسألة تنوامح ودعاء ثناء إله وحب مذنية هاي أوي هاي بعد كل شيء يسا كل أمانة يسا مركات ربي هو صدق يا مركات أيضا آخر يدو بعد دعاء مسألة الله خلبها إلهي ما قد فعل الله أمانت أود كحمده أود وينيسه أود نزهده كدب دنت هذا الشيء هكبل إله وأركتهم حديقة سوكيسة هكبل الله ماهوش أررسم يسقيمه بضن حيوه قندقى لقى الربا رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب السؤال أهل المريض عن حاله وحبابي هاي إنه سنة هاي روح حانوس فامل كيسي أهل كليج قرابة لتشوكت إلا وي هيل كور رما ساكم حكوب بريي حالي سيبو أها مقام أي حالة دي سيئن أي قلت تويدو أولا ويدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج علي بن طالب وحكى صوبحي من عند رسول الله رسول كلا أكتسو كصوبحي
في وجعه الذي توفي فيه حنونك ونبي قدنتي حنونك قدنتي مالك زين دو غيريوده هبين اربعان لحبالي حنونك ايغا اسغا ايو سيدنا علي النبي انت سو بوقد مال معلومه كامل ايو سو بحي. فقال الناس ضدك وحيد هذه ضدك بنانك جوغي اما فامي ضدك كلا المسلمين تكوري يا ابا حسن وكن يدي علي ابو الحسن والورنج ابو تراب نوال ليد هذا ابو تراب ونوجع النبي ابحي ابو تراب يا ابو الحسن كيف اصبح رسول الله ابو الحسن او النبي نادير كي ويا دوانا صدقي ودا غبد فاطمه يقبا رسول كلام حكم بري ساءها سبحان الله سبحانه وغاينه قال وحول اصبح بحمد الله بارئا اصبح وحكوا بريس بحمد الله مهدي بارئا اسوغو فيو من براء يبرا برا يبرا انت والله شيغا بريئت يا براي كالتاي براءت يا بريئت لبدا ولغتاني انت بصحه اصبح بعمد الله بارئ اي معافا بكوضا سو العافي او عافمات قبل الهي مهدي وبريستي لو مركب معنا الاسبوع خلافايو هذا الكي سيدنا عباس وكفهم هذا الكن قل يا مري سيدنا مركو يجيلي اصبح بحمد الله بارئا مركو يجيلي سيدنا علي عباس باكو يجيلي اديرو نبي انا هرتاب بوغضي نبي حنون كان كمك عاي وكود من لهاي انتو صنف بحن اينو كنا قلنا او اينو ويدين نبي قداشي يا خليف مسلمين تقول نقوني يا مسلمين تأشهد قابان ومدحوين النقوني ان ويدين هدو يلا علي بان نقون اما عباس بان نقون اما بريب بن هاشم احد كمد امك عابو فالامر واضح فلا نغنق فيه بو مركان ويدين هدو النبي ويلا عيدك لا اشهد قابان دونتنا وحان دعي وحان اراني النبي الله روح اشهد قابان دونا لا دردارا هنو اقادو اهل بيتك بان هاي يعني هنقول نقول قابانين يعني لفقينين سيد نور دوين جرتان نور دوين دردارا كاكات عيدا خليف كان نقونيس هذا هو شو أنا نقصه نقطتين وأنا سان ورمني بروسي عباس هذا هو أيه لواتين هيا دقيد رعب طالمني كقدم بيوي مركبو طالين هيا هذا يميل كلام مرتين أحد كأي مرتبة أن لين هاي النبي لا درتا النبي الله علي وحور أدير أمايا النبي كان تان أطعنا وش وش الحديد كان محط من توصل إن توصل لمن محط كوجا تيبر إن نبي يقول سبحانه كان كعين وحور إني أعرف وجوه بن عبد المطلب عند الموت بوري وجه الرع عبد المطلب وأنا قارن مركي نفبح هيا تجربة وقت وذي وواي الموقد عن إن جوجها وين جوباس كاويني وامتحان عباس وحوي العالي أولي رباطاي رع عبد المطلب مركي حجابنا يا أنا وأنا قارنا دقي ري عبد الله دماضي يا دلنيره دماتي ري عبد الله وجودي با نبي ساكه كو يالو نبي حنون كان ساكه مكه هايه ان كانن هاوش اينو صحني علي حور مايا مهاجره وحو يدي هدان نبي انتان اوتغنا ان ويدينو او دانو خليف يو خلفاء نغا نغري ري بني هاشم او نوديدو نبي لو ما قريه ولي قد أضم بدون كنت قد سني هاي نلودي ما يبطل قبر ما يندر ابن عشمنا وحين أقول لي سماشة سيدين كتاب يدين دي دين ما هدو ينو دي دو حلقة يا يباشو قليسا وحين أرهم بور مركا أن اسكت حجون أمد وحوال لغي يا مركا إن مال مال ما كمد إنه إنه قرتان أشا مسلمتنا نقبان تلذي علي بيقاتين ويساسي كدائي حديثك هو حديثك يا شيخ أوسو قابصدي مهمة ومحي إن دتكي روح مرلين يا دول شوقي حالتي سلوي الدين كرة أصلا ولا ربي إنه مدى ورقة ليو ولبا حتى هدوار كأنه نفبح الروح دتكو كفر عيو والروي هاي إلهي مادي مدر صنن سادكو غيدا وكفي عيا حوضتكو أنها قوينين سي هيا مسح عني حالي سوالي واتقاد على عالك يا وبستي تين دي تيسو وي سمنت هاي لكن وحبا لما مرشيح علي حق والله قاس هذا كوكا هاي كيسو كرقبي كي دي كرقبي فاميل كا هاوشو ذا لسوي تي الله يماري ويتقي ومد قلبي قد شي اريق حن ما في عنو
إن الله يكره البؤس والتباؤس بلا يدا إيه بلا يشيغت كربوان عبيه هاي. الحمد لله أصبح بالحمد لله باري أنس كده تي الله يتقيسه وما ضوانها قوين قولي وحاجة حتى إذا كنت لقى قبت بين كان لقى سيحاني النبا وعور كالكالة إيه كور روح حنوسنا دول شوهو أيه ونكبس يدران وروان رونا كداس كي حنوسنا ودي وروان رونا بحمد الله يقولوا كده ما يا حلق ما أركي بحكو دعاي تذكى الله ما بحنا تذكى لقى فوي روح حنوس روح قمنا وسيد علي وكالة تذكى اللي ورادي باب ما يقوله من أيس من حياته وحو بابي هاي وحو أرن لها روح نولك قوستي حق قياس هذه قدر كذا روح سواتيك قد بيسي وحو أرن لها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا وحيت سمعت النبي النبي كان مغلي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي أصوى يكترسن النبي قال صلى الله عليه يكترسن حبتك يكوها يسوه أيام مغلى سقوا ولا يقول اللهم اغفر لي الله ويداف وتواضع والله دافع والله بلن قال زون الله بالله شيء لكن إله النحريسي سلقما لقما درجو بركات ربي لقما درجو هذه قربة مغفرة وبانتهاي اللهم اغفر لي الله ويدم بداف وارحمني الله وينحريسه والحقني الله وراعي أهلي شيء قد بقي بالرفيق الأعلى الرفيق أصل كيس هو المرافق في الطريق روح جدك يا كلمر يا وضدة أيا رفيق الليل هذا مرك صاحبك السارة يا صاحب بلد السارة معاني بدن بالله حمبارة وذو الرفيق الأعلى هو الله رب العالمين رفيقنا واثم من أسماء إلى حديث كلا ناشك تهدي قل هل قصي من مرين اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى إله النفط إذا الروح ليدا هو سوسي قادنا عرك كرسي قاد أكتدنا قيوي عند عرش الرحمن والرفيق الأعلى هو الله رب العالمين وذا دايتي نوحيد ما الرفيق الأعلى ومحي وأنبياء إيو صديقين تا إيو شهداء صالحين توي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بدليل إلى ذلك وعلم ما يقدم له صالحين تلوجي ذا نبي قلنا وحمر عسنا يا والك يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين نقول مش دون أقول رفته وحوي شيء وناكسن بالله قوضا الله أنبياء ديسي أولياء دي الصالحين شهداء صديقين تي يلوجي ذا تتكسر متفق عليه. إذن مرهضت نفت كسمرته سيدا أدعي سنو يلقوا ليها اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذن هدي أدعو سأود دعي ستخير هدي كله لقو دعي اللهم اغفر له وارحمه وألحقه بالرفيق الأعلى كل الروح مسلم قوال كاي اتصوب وقتحن ونسيت كسمرتي ادوارك تنو ورفادي كدري ريسو. وعن عائشة وحال قول رضي الله تعالى عنها قالت إن جدي رأيت رسول الله رسول كلاه بان أركي وهو بالموت سوى النف بحاية سوى نف بحاية تيسو أي هيس نفط هيس عند وقت النبي الله وحاءها قدح ويلو فيه ما بي كجران ويل إذين بلغ السمية مية قيد بلغ قريب والله شهر رواية البخاري من حديث عائشة علبة ومر علبة ويكشك رواية البخاري ركوانا والله وش ركوض ومرك لقى قرو لقى السماء يوالك إدين أو لقى طلو سانتي يحولها مقار كذا لقى طلو حلبضون ومرك جيدها لقى قرو ولا شيء جيدها هوي إنه هذا من دون قص عضها برت لقى السماء حلب الأسكيد هذا نبي محمد والنف بحايو جيرها يسو وويل بيانا أجي لان أركيت عائشة وهو يدخل يده قعن سنبق وقلنا يا بركة في القدح ويلك بيه كجر يمو نبق عن تقلنا يا قدر صنع بيه ثم يمسح وجهه بالماء قعن سقو ينادي بيها وذاتي ينبق كليلك يا كارك يا غنرد اسكمرنا يا وجهه سا وقتر يا ثم يقول مركز وحن نبق ورنجري وولها اللهم عني على غمرات الموت اللهم عني الله ويقى كالمي ويقى فوضي على غمرات الموت أي على شدائد الموت الغمرات وجمع غمرة وهي شدائد المذهبة للعقل ما ليد هذا لبعض لفتشبس كي مركا قاركوت ما انكبك تكسيس أي غمرات كالليد هذا اللهم أعني الله ويكالمي على غمرات الموت أي على شدائد الموت
wadki iyo geeriday dhimashada xanuunyadeeda waaweyn ee maskaxda iyo maankaba tagsiiya allah iga kaalmee aw sakaraati lmowt waa shaku raawi saada riwaayada ibnu maaja waxay ku gaabsatay allahuma acinnii calaa sakaraati lmowt calaa ghamaraati lmowt bay ku gaabsatay ama riwaayada tirmidi iyadu waa shaku raawi bay keentay raawu tirmidi baa xadiidka wariyey tirmidi iyo ibnu maaja iyo nasaa'if alkubra ba way wariyaan nasaa'if alkubra asna waa wariya xadiidka sunanko dhan baa wariyay waxaan abu daawuud ka ahayn waxaan abu daawuud ka ahayn asalka xadiidku tirmidi wuxuu yidhaha fii bacdi nusakh hada xadiidun xasanun gariib imaamku waa hafay nawowi inuu sheego xukumkii tirmidi waqaala xadiidun gariibna waa nusakh nusukh qaar waxaa ku qoran xadiidun xasanun gariib labadaa mid inuu soo guuriyey ahayd xaakimna xadiidka wuu saxiix yeelaa wuu wariyaa isaguna dahabina sidoo kale xaafna xajar fuxubaariga wuu ku taxsiiniyey وفي حديث عائشة عند أهل السنة إلا أبا داود بإسناد حسن بول حديث مركو شيغي مركو حافظك سنة كتحسيني حاكم إيا ذهبي إيا ترمذي إنت أيو وحي أركا حديثك إنو حسن يهي وحانا كجر سنة كسي وذا اللي يلادو موسى بن سرجس موسى ابن سرجس با كجر وحجر حي مجره وحي دي واثقنا مجره ترمذي إيا حاكم إيا ذهبنا وحوجين حديث كيسي على قاعدة الذهب في الموقدة هذه اللي مرنا وأن ينثقون نقنية لأنه راويق طبقة الصراعة إن لجرحن وحتى وثيقيين أوسنشرين هذه ترمذي وحو تحسينيه حاكم أصحيحيه وحور فجيد الحديث أما فثقة أو مقبول أذكر نيسان أنت وحادير حديث كأس الإمام البخاري بها راويق كل شيء في التاريخ الكبير أمام البخاري في التاريخ الكبير بكل شيء موسى بن سرجس وحولي روى عنه يزيد بن عبد الله الهادي وروى عن القاسم بن محمد بكر الصديق وحديث كان كذب كأمس عند المحدثين النقادنا راوي البخاري كل شيء في تاريخه حق أن أوسا جرحنين أما أوسا تعديلين في التاريخ كتبتي سكن أوسا كرهلين فهو ممن يحتمل حديثه عند البخاري فهو ممن يحتمل حديثه عند البخاري هذه قاعدة البخاري راويه وطريقه الكبير كل شيء هدو توثيقيه وفي كده وور لقرت هدو حنيه كده والله رنا هدي وركيه وعدي هاي هدي لكن أوي هذا وهبل هبل هبل بكور شيء أصلاً وحكور يهبل أنت أو كقطعه وحال إيجا كتب تزكلي نين كان مكو أمانة مسوس كل شيء ولا قصوا هاي بخاري نينك حديث سواه قبليا فهو من يحتمل حديثه انه يربع الاشبيلي الحافظ الاندلسي بقاعده شيخه ولا مخالف له قل يا وحي اسكت اي كبشيان رغو تاريخ الكبير وكاموسي حق ان عند البخاري ضعيف كا ولقاعده ما تشي محايا لما يقول رغا كغال معينه كهل ليني انه تاريخ الكبير كاموسي ميل كلنا أوسن كدورين بالغة اللي موسى بن سرجس نواسدة بخاري واكاقا أمس في التاريخ الكبير ميل كرانا كما نقدنين فهو من يحتمل حديثه عند البخاري صادرت وركنا وصلوا لي وياك وحديثك ضعيف ما تبر بضنا حين كود الوريقة يا وركا موسى بن سرجس بالا يا كجر السنة كمركة تحسين كالترمذي مثل حاكم تصحيح الذهبي تحسين كحافظ بن حجر يا قاعده دين شيخ يا اذا كفل انت وحادير حديثك قل لقيس ايا كجر في صحيح البخاري طريقا يسونك كورين طريق كدوان بيكورين نفس القصه وعائشه ورنيسة ونفس القصه وحي كليو كل دوين كليا انه النبي في صحيح البخاري وحي لي مركو نبي انتو ويلك سوق بيها وجهك مريو لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات بخاري حديثك وحب بابيستي روح إن مركو نفبح هاي آد لو قد بحنونك وآد ورفاذ ما تصي سحماني وناك بتصي سوليو هل كان محاكو يمد اللهم اعني على سكرات الموت ف
في صحيح البخاري نفس الحديث ونفس القصة مع كل يمد لا إله إلا الله إن للموت سكرات معناه ما حيت لا إله إلا إن للموت سكرات معناه ما حي ودعو إخبار بسماها ما يشهد النبي اللهم أعني يوحكيد كلية لا إله إلا الله إن للموت سكرات جيردو وحيلاد ورفاد يا حرار يا لحو بضم بيلاد إله إلا كالموي إخبار فقط معها أنت مركب بخاري أوشيغي بيسوننكو معناهان البخاري كوشيغي بيسوننكو روايض اللفظ عرب كل شيء مركب أصل الحديث في صحيح البخاري لفظ كان كلية أمبار الأسكال الله دين كراسا وقاله إن شاء الله هوش النبي كوشيغا يدوكي عايشة ديه جرتنين محمد قداشي روحنا كو كمان مهيو سكرات لوفو ديه سواء خلط بأمسيني خلط بأمسيني هيب المياه أهل خير أسوى النور شيكين بمنف بحي ما شاء الله عامد إنه هورن وحيكود عيسين سي إله يقول لي والقور دبين يقعد جيري ذي ذي قول لي القور دبين قول لي هل قد قدفت بلق نفتك درير طيبا وحيمو ذي يعني سكرات كل غوفه يسير نبي ربطك أقب حظه إن يتاي علامة كتصيصة حسن الخاتمة صح معها أو شايدها صح معها وحلي وكو قدن بي نولاشا دي وحي دن بي وكو قدن من إن لغا دقو لغا ترتر ورفات كي اللحو لغا ترتر وناقسا حديث كسورا كان معوها إن المؤمن يموت بعرق الجبين روح مؤمن كا وهو كل انت كنا في بحا ورفاد يا لحو علوس سكرات الموت ديدك وساء الدليل غلفت وبلغوا ونكسنيا ترتيب لقاسي بو هذا يكون وافعين وحاكون فعان ان لقوا الظاهرة لقوا شور بحيو لقا ريب الدنوبت سيدو النبي قلت انت عليه الصلاة والسلام مركتاس اوغاد عائشة سيدا اوران شرتي سعابيكي سكرات الموت وهو اللي بدن ويهي صحابي عمن عاصل اورنجري وهو اورنجري واغو فيوبا وحان لا يابي بودي نين وين عاقل او غراد له واسو امير كيسي مان كيسي قبا عقل يسو جوغو ملك موت قبطي سكرات موقت وان حقنا تلمامي كريم رغو وين عقلاء او علماء ياتي الله كو ايمان وروح دريميسان ايدا هي سكرات موقت تلمامه ما تلمامي كرام ورموتك بلوت الماما ما تلمامي كراي ساسو اورنجري اللي بحنا ما نقول نبا الله كريت وي واجي دمبتي الله قواتي سيدنا عم عاص رضي الله تعالى عنه وارضاه ويلكز عبد الله بسود الاستاغ ابيه اطور فاديه ومير لان لكن ما انكسو تشوغو ايوه ويمت رابو واجد في ولادك وسا اورنجري وحاط هذا الدريمي سي موتك تلمام بوري حرمة تلمام كريه لكن وحاني هذا اللحوة هيان كل شيء حرم قد هيجا إن قضح أي مديل أف بدن لو كنت حشيح هاي أين دريم يا أبو قد ها أركو ترت مديل أف بدن الله حقاد هاي نفتي بين الله صوب جرها يا الله قصو سيبيا حيدها حيد مها شركة الله قصو شفها هاي إن مديل أف بدن الله حقاد هاي يقضح لو كنت شيد هاي أين دريم يا أبو حق النفسك نفطيض إيه إنا يكب حيسون كان نفسنا إيه ضلول كعيريون إربط بان مدابور إربط سمعش اللي قلت يمين قم إذا انت اللي قلت إنا كان نفسنا وهو ذي أدونك إيه قفران تاي وح كعيريون إربط ضلول كيت إياد مدابور حق عليسك قوك رضوى لأورنش سمتقان عرب قوي عسلا أوينا كاين إساري هاد مدابور نقاس وجه عبد الله وهي وزين وهي وعبيد دريم وعيسى مكو دريم مركا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه السوقنا قد يزوق لا قبصتي عور مركا نفط قبطيبا لمحاد دريم يسا لا اله الا الله كنت اخشى الموت والان ارجوه بوري مركا فيوبا قيري ذا وتكا وان كبقى هاي بوري هضنا الله نفط ما يكاد دريرتا انتاغنا هاي بوري موت وهول سهل الماء لو ديار قروبه
إلهنا لقى عبسده. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. وحبابي هاي استحباب وصية أهل المريض إن السنّة ولا تعليها إن لو در تار مدتك لقى دمانا ين لقى حنوس سنيه. ومن يخدمه روح ميت عفوا بكان كأخذ مينا يمحل در دار ميا ضدك أهل كها أيو روح الروح مر لنا يقف كروح حنوس مر لنا يو حنو در دار مينا بالإحسان إليه روح عن حنوس إن لو إحسان فله لو لو ناجيو لا دقاليو لا دريو لا ورقبو واحتمال إن لو دلقاته روحان ونسان دلقاتك كو يرانية باهدي ساب بضان ربكي ساب بضان صبر يدلقات بأبهاية والصبر يين لوقك سدو على ما يشق من أمري وحي كل بي أرن كيساء كاذي دبا لغا قادي سحري دبا لغا قادي إن لا قلامي الربا إن لا تشلو الربا لو دلقاته لو سوجي يدو قعانت اللو الدبعيو وحير أون إيه سقار كبير سنبو كعرون روحان ونسان دلقاتك كو ير روحيين أه أو بركيسن بأبهاية إنو دل تقنيده. يو الصبر إن لوجك على ما يشق من أمري أرنك سواح دب يدك إن لود القاتو وكذا الوصية صدق إن لود دار ما كجرت بمن قرب سوى موته نك جريز أي دواتين إن لود دار ما ولا طوبت كين لا يكعبس إزدياري وحي حقوق الناس دك إسكبحي سي جريز كل دواتين لقو غانية بحد حد بعد كشول لقاو فينية أو قصاص الروح بعد شو لقو قصاصية ونحو ما وحي لها المال كيد من أينا ولود دار مي ميت كذا كم مرة لنا والله در دارمي ونأكل كل الله در دارمي. عن عمام حسين رضي الله تعالى عنهما أن امرأة هويني ومن جهينة تقويس كرجل جهينة وقبيل بلارنو أن امرأة من غامد يا الغامدية قبل اللي ورنتره واسكو قويس لأن غامد كوا تشرب الرأس كذا شيء جهينة كترسل أن امرأة من جهينة هويني رجل جهينة أتت النبي أتمت صوبنا أتمت وهي حبلة من الزنا أيده الزنا كأورة يدو قرع المزنة وانحرال أحيان ودى أي نبي أتمد. فقال ذو حيث لي يا رسول الله رسولك إله يو أصبت حدا حد بان كل حي فأقم علي حد كلا يقوه في شيطان النف با يقعد كهذا يو وان زنيزتي هذا نوان طوبتك ينا إلا يظهران ربا حد كلا يقوه في. فدعا رسول الله رسولك الله يحوي يروع صدي وليها قعل كيدي ولا كيدي يا أبي هذي يدك فامي الكابو يري. فقال وحكي لي أحسن إليها قبر أن إحسان فل قرأ محلوي قانا قبر حماتي إني كحد قد بعد أن لون حريصين إرياي علياي أيذي يوحي وطبع النفط اللي جوجوي ما كتيب النبي كلام أحسن إليها هو إحسان فل قبر أن وناجي أنت يكرر ليسو فإذا وضعت مركي أم شو فأتيني بها إيك هذا هو حامله حامل لم رجمي حد لقمه وفيه مركا يدشو او علمها الناس كا غورسو اسكو فيلادو او كيبستي عن جرا ان عنا يو بلابو مركا اي كان غبد ان حد كي لايكو في ففعل ولي با سدا ييلي غالكي غبد فامر بها ان بنبي غفري مركا ان للرجميو يعني مرضا لو خيرو او عورده لا استرو فشدت عليها ثيابها دركده با لو خيرو الى دغه حمك لو تور يعدك ان عورده مقتله دي مركا حجاب يدر واوين با سبحان لو خيرو. ثم أمر بها النبي وأمر إلى الرجمية فالرجمة تقحبها لقود لي ثم صلى عليها النبي كنت كذي لو مسلمات طوبتك أنت محمد حلوشات هو محي والروح جريد سدواتي والنبي مسلمين قدر دار مئين له إحسان فلو راه مسلم بحد كولي وحد كده راد قرن إسان النبي عليه الصلاة والسلام عمر يهدي نبي الله مناك تهضر إلا يسيتي قرع عبد شيبة هضنا النبي الله كنت كان كلي حبر عمر وكلي حبر قبلنا وحي توبات كي انتي برسوبنه توبات هدي ريم مدين ودن لو قيبي فساق ده اي صلاح ده لو قيبي غاري لهيت نبي خرو مخا كقيما بدن روح النفتي سي الله انه اديقه. وهل وجدت افضل من ان جاد نفسها لله سبحانه وتعالى عمر واي يابا ريم مدين ودن توبات لو قيبي يو قيب سنتا غور وحن روح كخير عند الله ان مجرو روح النفتي سي الله انه قورو درتي وبخيو إذن قبضي وي مركز لكن محلو شايدك أيو إمامك سكاك قابصدي
انت كان احد حقت قادنيسا انت كلام هذه حديث كان اكو فلان كلي ترجمه هذا حديث اكو فلان. باب جواز قول المريض انا وجع او شديد الوجع او موعوك او ورأساه ونحو ذلك، وبيان انه لا كراهة في ذلك اذا لم يكن على سبيل التسخط واظهار الجزع. وباب دير بقنت الشيخ اسكدبير وحول جواز قول المريض روح حنونسا مثل الذي ما كان حنون سنت مطاهي كرتا هدي له صوبة دفك هذا مشاقان كرتا مسوى لغوانا أكسنية بشوكة الله. باب جواز قول المريض روح حنون سنعين ورنكره أنا وجع وان حنون سنعي نبر حلوس باي أهي والحو سنعي أو شديد الوجع أم حنون درن باي أهي أو موعوك وان قن رئيسنا أما كاربان دريمي وا والله يكاريني أو مسؤول وان رأس الله مضحى ونحو إشا دقتا باتري علوشا مشا تنتشيو وبيان أنه لا كراهة في ذلك يعني أن عضينا هو شيء ليس كراهة كتشر ونبرك أتشيغان كتير دفك كواهية دل ويدي غورمات شيغان كرتا إذا لم يكن هدو سنهاي شيغان شداد أي سنهاي على سبيل التسخط حرأت كعري سنتا حنوك كواهية هم البوكا أرد يدم حلقا ربا إلهي محقونك وقماقا هيا حرأت عري سنتا أي حناق قد كحنا قد حنون قدرت الضيط هاي حق يلا قاها يا أربس تبعي قد قاق إداف يعني هدو ما إله الله دقال لبي تاسي إذو مركاس هو خطر كالي يو إظهار الجزعي عبسي أرقح موچنتي أي سنة هاي هنا حنون قد بتكور رمي زكالية نعيب يو عرأي حناق كامك يري إري قوان حنون سنة هاي يا مضح يا حنون هاي أرقح سكود حدا تو فروه كارو مدرتينا كامي هي وحوارا عادي كاطاي مركب وي برنانتا هذي لك تسخط اثار الجزع وكبير من الكبائر ايضا دم بيسكوب بدليس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سيدنا احمد بن حنبل يا ابو حنوس نفبح هي وليش سوير وحوري سوق هذا كتبتي سور رسمي كتاب جزكا صبحي ولا صبحي يقول الاخري حدثنا فلان فلان كاسو حكربي تابعين آثار لقوا ريو دور ورنشي ذي روح مركو حنون سي هدوطة إيه 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 إذا وتشكي من الله إلى العباد إلهي بتكد دعوون يساء وحدو دعوة آدمها ما هو ناقصنو هطاهن صنع كان نفس أفك لقد هذا قوتا لكن سيد ريها ريم بين هطاهن هضاطا هذا معنى دوام حي يقال ابن آدم بس تيبان هاي إلهي بانا سيدا إيقل إياه إيكا ورقبة هاو الخطر يكفى منه فول حنا وقريبا بيكفى منه حديث كأنت أن لغض الآخرين أحمد وطاهي وعبد الله بها كشك يصالح ما نهى ويحكى أباها نطاهي وجه وجهين فلم يئن بعد ذلك قاتش وجهيبا حيو إظهار الجزع يتسخط إن النقط يسيدنا أبا عبد الله كبقي وركا هذا لكن جزع على كب قينية تسخط واتشيغان كرتار دمبلا لكن اتكد يساو وان فعلا الحمد لله اتلا هذا الحديث بقى كنت من مركة روح عدوك كصوب وقد اتلا هذا بس تيبانا هل قاسا لقاها هي ان الله يكورن ايو ما دوما يود دعوين يسا يتكد دعوون يسا دعوون الحديث دورة كنت من معناها ان بدونك من الله ضعيف ايو مركة اسكاق ابصد حديث سعاد سيوم ويدو اسكاشيكتو اظن حمان كاهين دمبلا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وحول دخلت على النبي سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوعك اصور لك كارن ايوه قندا كار كيت بهايا فمسست النبي كان طيب عليه الصلاه والسلام فقلت محمد النبي الله ما كان طيب ارك كارك يا لحوك يا قندا يا كارك النبي هيا انك ادو لا توعك ولو كارن يا وعك كار يا قندو شديدا درن حمد درن بنا لو كايسا يقول فقال اجلها ورنتا وجرت اني اوعك والله يكاري يا انوغو كما يوعك رجلان منكم لبنن ويقن رب انقبتي كارك يا لحوى اي دريمان يعني كلي جاي قبطه كي صحابي يقول نبي الله لبا اجر بلغاسين سوما هذا وحوانا دير تاي ها وحوانا دير نول با انت الهي اكتيس ايمانك شو اللي جايب الله امتحانا اشد الناس بلان الانبياء ثم الامثل فالامثل لبا أجر بالغاسين إياه.
النبي قال قصي نية قال دبل النبي واقمنيس متفق عليه. وعن سعد بن قيس رضي الله تعالى عنه سكرات الموت النبي قبت دبل بؤها مثل قبت لما لا بك والنبي قبني عليه الصلاة والسلام. قال وحول السحاب جاء إذا كربا نبي محمد بالي نبي الله هذا وحن سنتاي كار بدن بعد دريمي سنة بحولها أجل إذا بما لو تشجعن كرتاوي حن قوات شجعن كرتا. السحاب وحول سونا جاء رسول الله رسولك لا بإيمد يعودنا سوى إبوا قانية من وجع حنون إجاب بوقاني اللحو اشتد بي يقول در هذا يقول محتيري وإنه قصوا مرة حديث في كتاب في أول كتاب قصوا مرة باب الإخلاص وإحضار النية قصوا مرة باللوغ كتابك رياب صالحين بابك أهري. فقلت محمد بلغ بي وحايق قال النبي الله حنون كحقيسة ما ترى واحد أتشيده وهذا بيت القصيد. سعد محوشة يكتي نبي الله حنون وحايق أهيبوري واحد أركته باي أهيه نبي قال شيء قص آمو صاح دهن مدهن نبي واقري وأوقل هذا سحابي قلنا واشيكتي وشيكتي تحنون كذا وأنا ذو ما أنا قلنا مال بان لاهي ولا يريثني إلا ابنتي قبر دا يذهب لا وحن كان إني مرد حلاي وقد معروب ضنبو يشي وذكر الحديث حديث كده هذا غير رئيسان متفق عليه المصوب الرئي. وعن القاسم محمد بكر الصديق رضي الله رحمه الله تعالى من فقهاء المدينة ونمي عائشة دوتها محمد بكر الصديق بعد علي من فقيه وعالم قرنيسا حديثك وراء عائشة أسقى ورني اللهم أعني على غمرات الموت. قال وحوري وذات كاس قال عائشة رضي الله تعالى عنها وحيتري ورأسها ما النبي قل لك يا عائشة وحيتري ورأسها الله مضحى الله مضحى نبر با مضحى كقبت حنون. فقال النبي النبي وحور عليه الصلاة والسلام بل أنا أذوكم ما مضح هذا إسكداي الله أنا قم مضح ورأسه لو حور مضح هذا حنون كيس وحنون أذكى عدونت وانا سير نوران لكن مت كان لا يكع إن ما أنت النبي قالوا هي نبي كاو أنت عاشنا ويكع هذا بالوحي وكو قاده ما إنه ليه هي هذا وحمل شيء غير إذا آمز ومعي حنون كو أنكو قد ده إني كاتك هي حنون بل ما يده بل أنا إضراب وإسكدة هكون مشغول لما حنون كذا وأذكى عيه وحقو اسكا قونش بويه كي لو ديبان هيانو إلهيه ورأسه الله ريقا مضحا وذكر الحديث رواه البخاري. إذن عايش محي شيكتي مضحا نون نبيكو محاوليه مردهين وحو شيكي كيذا كو قدران بو شيكي نبيكو نصدوا شيكتي عليه الصلاة والسلام. إذا مركا حنونكو كو هيا وذ شيكي كرتار ابن مالحاوي هدو سناهين على سبيل التسخطي وإظهار الجزع. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله إن لو ميريو روح الغص حاضري ودكو جيردو نفطو أيها يسو توحيد إن لو ميريو سل لو ميرين أكيسا لغو الشيغي ولا توحيد ثاني ولا الشهاداني سو حصوصتو وعرف كيسي برطي وقوه هكاك توحيدك هدو كو هكاك وايانا مركا قدام بيسا ليه بالورنا إياه ساده قل لا إله إلا الله بالعرنية لكن انت هوري والأقمر والحسوس هدو كوها قاقوا أمر بالسين. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه وليس هذا القصة قدام بي أحد كون نقضه لا إله إلا الله أين نقضه دخل الجنة جنة قلية رواه داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وحديث صحيح سيد الشيخ. إذن التلقين تلقين المحتضر قبل الموت ومسألة إجماع روح أنت صنف بحين كهر وحي خير أفك الله مريو لو مريو لو براروتيو أو توحيدك أقوين هاي ومسألة لو إجماعي تلقين كخلافك مبتدع علينا هذه وإذا دنا بالعقارسين وإذا دنا إفضيان إفقاد سكمان رافين وما بعد الموت قبل الموت معها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لقنوا أميرية كبرى روتية وعرم مرية أييرية موتاكم من الرمانية تورا حديث كوراك وعضين لا إله إلا الله موتاكم ومجاز بعد الله وذا وحي الرجل وعصبنا صالح العرب ويه تدك قيرد آيه سن ولنفبح بالوجه لا إله إلا الله رواه مسلم
مسلم حديثك وري والله سبحانه وتعالى أعلم.